اتهم النقيب عمار الواوي أحد القادة في الفرقة 30 الولايات المتحدة بأنها فشلت في تأمين الحماية لهم وأجبرتهم على التضرع لجبهة النصرة لرحمتهم. وقال الواوي في مقابلة مع صحيفة تلغراف البريطانية إنهم كانوا يعلمون بهجوم النصرة عليهم قبل 10 ساعات وأبلغوا طيران التحالف الذي لم يؤمن لهم أي تغطية جوية. نتابع التقرير ونعود للنقاش. هناك رجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. معقدة هي فصول العلاقة بين الولايات المتحدة وفصائل الجيش الحر، لعل أبرز مراحلها كانت منذ إعلان ما يسمى برنامج تدريب المعارضة المسلحة المعتدلة، وحتى اليوم تبقى قضية الفرقة 30 أولى إفرازات هذا البرنامج، وصدامها المباشر مع النصرة أحد أبرز إخفاقات الخطط الأمريكية في مواجهة تنظيم الدولة على الأرض، باعتراف أمريكي صريح أقر بهذا الفشل. أما البيت الداخلي للفرقة 30 فما زال متماسكا بحسب تأكيدات عناصرها وتصريحهم لوسائل إعلامية مختلفة، ولكن في الوقت ذاته أين ذهب الغطاء الجوي الأمريكي؟ ألم تتعهد الولايات المتحدة بحماية الفرقة جوا؟ شهادة النقيب عمار الواوي أحد قادة الفرقة 30 لصحيفة التلغراف البريطانية جاءت تدعيما لجملة من الاتهامات تقف وراءها الولايات المتحدة، حيث قال صراحة إن الفرقة 30 قامت بإعلام الولايات المتحدة بهجوم النصرة قبل 10 ساعات، إلا أن تدخلا من قبلهم لم يحدث، ما اضطر الفرقة لمواجهة الجبهة التي استطاعت قتل 5 منهم وخطف 7 آخرين. الواوي لم يكتفي بهذا، بل نقد مشروع التدريب وآلياته جملة وتفصيلا، فالبرنامج بحسب الأرقام التي يراها البنتاغون يحتاج إلى 38 سنة لتخريج 15,000 مقاتل، إضافة إلى لجوء الولايات المتحدة لرفض كل من له خلفية إسلامية ووضع قواعد اشتباك محددة، وهي مواجهة تنظيم الدولة أولا وليس نظام الأسد. والحديث الذي جرى في الأوساط الإعلامية مؤخرا عن وصول تكلفة تدريب المقاتل الواحد إلى $1,000,000 أمريكي فتح الباب أمام مناقشة مدى فعالية توظيف هذه المبالغ الطائلة لمواجهة غير محسوبة مع التنظيم على الأرض. في المحصلة تبقى أمور هذا البرنامج التدريبي ومسألة استمراريته أمرا معقدا في ظل انكفاء الحديث العسكري حاليا والتوجه نحو الحل السياسي، ولكن تبقى آلية مواجهة التنظيم في المنطقة المحددة من الشمال السوري أو ما بات يعرف بالمنطقة الآمنة ذات استراتيجية مجهولة، خصوصا مع انسحاب النصرة الأخير من المنطقة وترك الفراغ إلى فصائل ثورية ليست على صلة ببرامج التدريب الأمريكية ولكنها على تنسيق عال مع الأتراك. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي النقيب عمار الواوي أمين سر الجيش الحر من الحدود السورية التركية عبر الهاتف، ومن الريحانية هيثم إدريس وهو عقيد منشق عبر الأقمار الصناعية، ومن عمان أيضا العميد عبد الهادي ساري محلل عسكري واستراتيجي. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. أبدأ معك سيادة النقيب عمار الواوي بداية مع هذه التصريحات التي خرجت بها لصحيفة التلغراف البريطانية. بداية يعني لنتحدث عن هذا التدريب، عن برنامج هذا التدريب، إذا كان بكل هذا السوء ما الذي كان يجري فيه أساسا؟ تحية لك يا أنستي ولضيوفك الكرام وللمشاهدين وللقائم على هذا التقرير الذي قدمه. أولا التقرير هناك فيه بعض اللغط، أنا لم أصرح أن هناك تضرع لجبهة النصرة من قبل الفرقة 30، كل ما تحدثت أن الفرقة 30 كان عملها هو الهجوم وقتال داعش، إلا أن جبهة النصرة قامت بالنيابة عن داعش والهجوم على مقر الفرقة 30 بعد اعتقال قائد الفرقة وعدد من مرافقيه، ومن ثم أخلت هذا المكان وانسحبت. بالنسبة لبرنامج التدريب، نعم برنامج التدريب هناك إشكالات عليه وهناك بطء في التدريب. بالنسبة للدعم، نحن قلنا أن الفرقة 30 سيكون عملها لقتال داعش بتغطية جوية، ولكن هناك بعض اللغط في صحيفة التلغراف. أنا أتواصل الآن مع الصحيفة من أجل رفع دعوى على مهنية الصحفي الذي ذكر بعض الأمور التي لم أقلها في هذا التقرير. مثل شو؟
هو يقول بصحيفة التلغراف أن عمار الواوي يقول أن أمريكا تخلت عن الفرقة 30 وبالتالي تضرعوا لجبهة النصرة من أجل الإفراج عن المعتقلين. أنا لم أقل هذا وأنفي ما تم الإعلان به. طيب ما الذي حدث حقيقة؟ وقد يكون هناك دعوة على الصحيفة في الأيام المقبلة. طيب ما الذي حدث حقيقة؟ بدنا نعرف عن هذا البرنامج التدريبي اللي نحكى عنه مطولاً، وعن حكى عن 54 شخص بدهم يقاتلوا داعش بسوريا. احكي لنا عنه، شو هالبرنامج؟ نعم، طريقة التدريب مشروع. على أي أساس اختيار الناس؟ وليش هلأ حضرتك من خلال كلامك للصحيفة واضح أنك مستاء منه؟ أنا مستاء من بعض الكلام الذي لم أقله أبدا، ولكن أنا عبر قناة أوريانت أشرح للجميع أن مشروع الفرقة 30 هو لقتال التنظيم الإرهابي داعش المجرم، وفي حال أصبح هناك تماس مع النظام المجرم بالأيام القادمة سيكون هناك قتال للنظام. لا يمكن أن يكون الشعب السوري أو المقاتلين أبناء الشعب السوري من الفرقة 30 أن يقاتلوا التنظيم، في حين أن مشكلة الثورة السورية هي مشكلة النظام وليست داعش، لأن النظام هو أساس من أوجد داعش. أكرر أقول، عندما بدأ التدريب هو تدريب لقتال التنظيم بتغطية جوية من قبل التحالف أثناء بدء القتال. الضعف الذي حدث أن خلال 8 أشهر تم تخريج فقط دفعة واحدة وهم 54. للأسف الشديد كان هناك تنسيق من قبل قائد الفرقة العقيد نديم حسن وعدد من التشكيلات في شمال حلب من أجل دخول الفرقة على خط الرباط وقتال داعش المجرمة. دخل بالتنسيق مع الجميع بما فيها جبهة النصرة، نتفاجأ أن النصرة قامت باعتقال قائد الفرقة ومرافقيه، ومن ثم قامت بالنيابة عن داعش بالهجوم على الفرقة 30. طيب، ولكن مبررات النصرة في ذلك الآن هي وجهت اتهامات لكم أو تحديدا للذين دخلوا إلى سوريا بأنه هن رموا شرائح دلت طيران التحالف على مواقع النصرة التي قامت بقصفها. لم يكن قبل هجوم الفرقة، قبل هجوم جبهة النصرة على الفرقة 30، لم يكن هناك أي هجوم لقوى التحالف على جبهة النصرة، والجميع يعلم ذلك وأهل المنطقة في حلب يعلمون ذلك. واليوم هم مستاءون من تصرف جبهة النصرة، لأن داعش تقدمت كثيرا في منطقة أم حوش والدالين وقاموا بقصف مارع بأسلحة الأسلحة الكيميائية، وهم الآن على تواصل مع الفرقة 30 من أجل إعادة رباطها على خط داعش من أجل دعمهم وإبعاد داعش. هي أساسا كانت مرابطة على خط مواجهة مع داعش. نحن عم نحكي عن 54 عنصر سيادة النقيب. المقاتلين 54 عنصر بقيادة عسكرية كاملة وضباط، وهم متدربون تدريب كامل. كان دخول العقيد نديم حسن إلى سوريا من أجل التنسيق مع كل الفصائل المرابطة على جبهة داعش من أجل وضع مكان للفرقة 30 على هذا الخط، وسيكون هناك دعم أيضا للفصائل المجاورة أثناء بدء القتال مع تنظيم داعش المجرم. لكن دعم بشو؟ يعني شو نوع التدريب اللي تلقيتوه سيادة النقيب لحتى يكون فيها القوة الخارقة؟ عم نحكي عن 54 شخص بدهم يقاتلوا آلاف مؤلفة من داعش ويقدموا دعم كمان لفصائل ثورية أخرى، فشو التدريب اللي نحن عم نحكي عنه هون؟ أنا لم أقل أن القتال هو فقط لعناصر الفرقة 54، أنا قلت سيكون هناك منطقة رباط مع جميع الفصائل الموجودة هناك من أجل قتال تنظيم داعش وبتغطية كاملة من قبل الطيران، طيران قوى التحالف. يعني سيكون هناك هجوم من قبل الفرقة والفصائل المشاركة على خط الجبهة بتغطية كاملة من قوى التحالف. لكن طيب شو نوعية التدريب؟ شو اللي بيميز هال 54 عنصر عن باقي العناصر من حيث التدريب والأسلحة؟ شو اللي بيميزهم؟ العناصر تدربوا بمراكز تدريب عسكرية طيلة شهرين على الأسلحة، على جميع الأسلحة المتوسطة والخفيفة وهي أسلحة أمريكية، بالإضافة إلى الفعالية باستخدام قذائف الهاون أو أسلحة الهاون والأسلحة المتوسطة. وأقول أن الهجوم سيكون بتغطية جوية من قبل طيران التحالف. هذا الموضوع، ليس ال 54 هم يعني مقاتلون، هم من سيدحر
آلاف المجرمين من داعش، بل على العكس هم واجبهم الدفاع عن الشعب السوري، الدفاع عن المنطقة التي يتواجدون بها، وهم أيضا أولاد هذه المنطقة، ومن واجبهم دفع العدوان كما حدث بالنسبة لداعش، قامت بقتل عدد كبير من المدنيين ومحاولة احتلال مارع وغيرها. طيب. الفرقة هي من أجل الدفاع عن الشعب السوري ضد كل التنظيمات الإرهابية، سواء طيب، ولكن كانت بعد الحادثة الأخيرة أو غيرها. نعم، يعني أول ما دخلوا سوريا تم مهاجمتهم من النصرة، وعدد قليل كان من النصرة، وتم خطف ناس منهم، يعني هي مثل ما بيقولوا أول الرأس حنجلة، فكيف لبعدين ممكن يكملوا هدول المقاتلين؟ رح أسألك سيادة النقيب أكثر عن الأساس اللي تم اختياركم عليه والمعايير. هناك تخرج لدورات بالأيام القادمة، سيتم الالتحاق بهذا المعسكر، وهناك دورات قامت أمريكا الآن بالإسراع في التدريب وتدريب عدد من العناصر، سيكون بالأيام القادمة أعداد أكثر من 50 وأكثر من 100. طيب، ولكن حضرتك حكيت لصحيفة التلغراف عن استياء من العدد المقدر اللي هو 15,000 مقاتل، وبأنه بيحتاجوا ل 38 سنة بهالحالة اللي عم يتم تخريج فيها كل 8 شهور 54 مقاتل فقط. نعم، في حال بقي كل 8 أشهر تخريج 54 واحد، وبالتالي نحتاج إلى 38 عام، وهذا يعود الفضل للإعلام الثورة أورينت وغيرها من القنوات للضغط على من يشرف على معسكر التدريب من أجل الإسراع في تخريج أعداد كبيرة من المقاتلين الذين يريدون القتال ضد تنظيم داعش، لأن الرقة ودير الزور هي أرض سورية وهي محتلة من قبل تنظيم داعش، تقوم بنهب ثروات الشعب السوري وتقوم بقتل طيب. الشعب السوري بالسكاكين، ومن واجبنا قتال. طيب، اسمح لي انتقل بكل هذا الكلام سيادة النقيب لضيفي العميد عبد الهادي ساري، محلل عسكري واستراتيجي من عمان. سيادة العميد، ما تعليقك؟ مساء الخير لك أختي ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. في الحقيقة أنا لدي العديد من إشارات الاستفهام على الدور الأمريكي والسياسة الأمريكية إزاء الثورة السورية. أمريكا التي كانت وكانت تدعي أنها صديقة الثورة السورية وتدافع عنها، بانت أو سقطت أقنعتها عندما استخدم النظام الغازات السامة ضد الشعب السوري، عندما وضع أوباما أن استخدام الغازات السامة هي خطوط حمراء لهذا النظام وفعلها، ولم نجد أن هذه الخطوط الحمراء يعني بقي خط واحد، إنما بقيت أصبحت عدة خطوط وضعها النظام الأمريكي والإدارة الأمريكية. أمريكا تريد أن توصلنا أن الجيش الحر لن يقبل بعضه البعض. أمريكا واختارت من هم المعتدلين، لكن أنا أريد أن أسأل الأخ عمار وإلى من يسمعني، من هم المعتدلون وكيف نعرف المعتدل من غير المعتدل؟ نحن إذا أردنا أن نشكل جيش في سوريا نسميه جيش أبو لهب، يمكن أمريكا أن تدعمنا، أظن أنها لا تدعمنا لأنه اسمه عربي. أنا أقول أن أمريكا تريد أن تفعل شيئا في الجيش الحر نفسه أيضا. طب أمريكا وين الجيش الحر؟ حددت أو وضعت سيادة العميد، هل 54 شخص هل هن الجيش الحر برأيك؟ لو سمحت، لا 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 أقصد الـ 54، الـ 54 هم وضعوهم، أنا أعتقد حسب وجهة نظري هم وضعوهم كفتنة في المنطقة الشمالية لأن يقولوا أن جبهة النصرة وداعش وفلان يريد مهاجمة هؤلاء. الجيش العراقي ثلاث فرق انهاروا أمام داعش، فكيف ب 54 يريدون قتال داعش في المنطقة الشمالية؟ هذا ضرب من الخيال، وهذا جنون، يعني جنون أخلاقي وجنون عسكري وجنون سياسي. أنا أقول أن أمريكا وضعت جبهة النصرة تحت قائمة الإرهاب كما هي داعش. جبهة النصرة في المنطقة الجنوبية وفي كل المناطق هي تحارب تحت مسمى الجيش الحر وتقاتل النظام، فكيف بها أن تسميها بأنها خاضعة أو تحت مسمى الإرهاب، وحزب الله الذي يقتل علنا ويقتل بالسكاكين لا تسميه إرهابا؟ كل أبناء الطائفيين الموجودين في سوريا يقاتلون مع النظام، هم إرهابيين أكثر من النصرة. النصرة تقاتل النظام، نعم لها مشروع
والجبهات الإسلامية الموجودة على الأرض طيب. لها مشروع، لكن أريد أن أفرق بين المعتدل وغير المعتدل. كيف نفرق بين المعتدل وهم أبناء سوريا؟ كيف طيب. نفرق بينهم وبين غير المعتدلين؟ هذا يعني طيب يعني الهدف من هذا الموضوع هون اسمح لي روح الجيش الحر نفسه. سيادة العقيد هيثم إدريس، يعني نحن كبشر طبيعيين ما لنا عسكريين، ما بنعرف بها الاستراتيجيات العسكرية، بتمنى تشرح لنا، لأنه في كتار شايفين بأنه مثل في ضحك على اللحى، أنه شو 54 واحد جايين يحاربوا داعش، بيبعتوهم أول كم يوم بيتعرضوا لهجوم، بيروح نصهم، بنخطف ثلاث أرباعهم، بنخطف قائدهم، وكل شخص فيهم مكلف مليون دولار. فاشرح لي شو يعني هالمخطط الاستراتيجيات شو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم، أسعد الله مساءك أختي الكريمة ومساء ضيوفك الكرام. أريد أن أعقب على كلام الأخ النقيب عمار الواوي وأحيي تضحياته وشجاعته وبطولته وانشقاقه وجرأته على الانشقاق مع هذا النظام المجرم من أوائل الضباط المنشقين. نحن قلنا في حلقات سابقة ومنذ حوالي سنة تقريبا، منذ بدأت بوادر المشروع الأمريكي لتدريب العناصر المعتدلين، طالبنا وعبر قناتكم الكريمة بتعريف الاعتدال وتعريف المعتدلين وما هو المقصود بالمعتدلين. كما قال الآن سيادة العميد، هل يريدون معتدلون يحاربون كل من هو سوري وكل من يسير في مشروع الثورة السورية؟ هل هؤلاء هم المعتدلون؟ نحن مسلمون بالفطرة، نحن ولدنا من بطون أمهاتنا مسلمين. لماذا إسرائيل تطالب بالدولة اليهودية ويدعمها الغرب كاملا والعالم كاملا يقف وراءها، ونحن عندما نقول نحن مسلمون نحارب؟ لنبدأ من هذا الشعار، من هذا المبدأ، سنجد أن كل الأمور تنطوي تحت هذا العنوان. لماذا حزب اللات اللبناني وإيران والمنظمات الشيعية الإرهابية الكافرة التي تذبح أهلنا وأطفالنا وتغتصب نسائنا كلها تضع على رأسها عصائب مكتوب عليها لبيك يا زينب ولبيك يا حسين وإلى ما هنالك من شعارات فارغة مشوهة للتاريخ الإسلامي؟ لماذا هذه ليست تنظيمات إرهابية ولا تدرجها أمريكا ولا العالم الغربي على لائحة الإرهاب، وتدرج التنظيمات الإسلامية التي تريد تحرير الشعب السوري من هذا النظام المجرم الكافر بمسمى تنظيمات إرهابية؟ لننتقل إلى الجزء الثاني من الكلام. أنتم الأخ عمار يقول أن أمريكا، وهذا ما صرحت فيها أمريكا وصرح به وزير الدفاع الأمريكي ورئيس هيئة الأركان الأمريكية وكافة المسؤولين الأمريكيين، أنهم يحتاجون إلى حوالي 38 إلى 40 عاما لتدريب 15 ألف مقاتل. على وقبلها كان هناك تصريح لفورد السفير الأمريكي في سوريا والمسؤول عن الملف الثورة السورية في الإدارة الأمريكية بأنه خلال 5 سنوات سوف يتم تدريب 15 ألف مقاتل. حتى لو اقتنعنا بهذا الكلام وقامت أمريكا بجلالة قدرها وعظمتها وقوتها وجبروتها بتدريب 15 ألف مقاتل خلال 5 سنوات، شو بدهم يسوي هدول 15 ألف مقاتل يا ترى؟ لمين بدهم يقاتلوا؟ قالها منذ قليل سيادة العميد أنه آلاف عشرات آلاف جنود الجيش العراقي المدججين بالسلاح والعربات القتالية والمدرعات لم يستطيعوا الوقوف في وجه داعش وخلعوا حتى ثيابهم الداخلية وهربوا أمام داعش. ما الذي سيفعله 15 ألف مقاتل إذا ما دربوا خلال شهر واحد ونزلوا إلى الأراضي السورية؟ إذا سيدتي الكريمة، هناك لعبة خطيرة وحقيرة كبيرة جدا. أمريكا لا يهمها مصلحة أي سوري، ومن يعتقد أنه حتى هذه اللحظة أمريكا تعمل لمصلحة الشعب السوري وحرية الشعب السوري ونجاح الثورة السورية فهو أحمق. وطالبنا من الأخوة الذين ظهرت بوادر انضمامهم لهذا المشروع، قلنا لهم نرجوكم، ولم نتصل فيهم شخصيا، ببعض الأشخاص اتصلنا، نرجوكم انتبهوا وكونوا حذرين لهذا المشروع. طيب. والله العظيم يا أختي الكريمة، عرض المشروع علي أنا شخصيا، طلبت قلت لهم للأمريكيين للمندوب الأمريكي، قلت له يا أخي أنا موافق معك نقاتل داعش، ولكن لشرط واحد، سأقاتل النظام وداعش. كيف سأثير ظهري للنظام وأقاتل داعش والنظام يضربني في ظهري؟ طيب. رد علي هذا المندوب الأمريكي وقال أنت لا تريد أن تأخذ الدعم. إذن الموضوع موضوع خداع وتضليل، موضوع طيب.
خليني أسأل هذا الكلام للنقيب عمار الواوي. إيصال السوريين بكافة وشرائحهم ومذاهبهم إلى الاقتتال الداخلي وقتل بعضهم بعضا إلى ما لا نهاية، وكله بهدف خدمة المشروع الإسرائيلي في المنطقة والمشروع الإيراني. طيب. مع العلم أنه حتى المشروع الإيراني هو عبارة عن موظف توظيف من قبل الإدارة الأمريكية لتقتيل المسلمين في المنطقة وتفتيت المنطقة وتزيادها ونهب صواتها وتشريد شعبها. نعم سيادة النقيب، بداية السؤال الأهم اللي طرحوه ضيفي، أنه مين هن المعتدلين؟ شو هو المقياس والمعيار اللي على أساسه بيتحدد أنه النقيب عمار الواوي معتدل وغيره لا؟ أنا أشكر سادتنا العقيد والعميد على النقاط المهمة الذين طرحوها في هذا اللقاء وفي هذه القناة الثورية أيضا. أنا لا أنكر كل ما قاله سيادة العقيد والعميد، لأن هذا ما سيحدث في الأيام القادمة، ولكن لكي لا نكون طباويين أكثر من ذلك، من يقدم صواريخ التاو الآن لجيش الفتح وغيره من الفصائل العسكرية في الشمال والجنوب؟ أليس هناك غرف عسكرية ترأسها أمريكا في الشمال والجنوب تقدم السلاح والذخيرة لمعركة إدلب وجسر الشغور والمعارك الأخرى؟ أنا لا هذا الحكي حضرتك عم تحكي، ما بعرف إذا جوز يوافقك عليه ضمن هذا المشروع. هلو هذا الحكي حضرتك عم تحكيه سيادة النقيب، ما بعرف إذا ضيوفي بيوافقوك عليه. أنا ألو سامعيني؟ عم بسمعك سيادة النقيب، عم تسمعني؟ أنا كي أقول لك أنا لست من المتدربين في مشروع الفرقة 30، ولكنني ناطق باسم الفرقة 30 وأقول أن هناك مشكلتين الآن في سوريا، هي مشكلة داعش المجرمة التي تتمدد في طيب كل يوم. طيب هذا الحكي عرفنا، وهناك مشكلة النظام المجرم. طيب تمام. وبالتالي أهالي منطقة الرقة ودير الزور ليس لديهم تمام. مشكلة. تمام. على أي أساس بيتم تحديد المعتدلين سيادة النقيب؟ على أي أساس بتم اختيار المعتدلين بهذا البرنامج، برنامج التدريب؟ الاختيار هو بالنسبة هو للفصائل الثورية التي كانت في الجيش السوري الحر، وهي فصائل موجودة على الأرض وتشكيلاتها موجودة وأسماءها موجودة، وعدد من هذه التشكيلات من بينها سأذكر على الإعلام هو لواء خط النار. هناك عدد تشكيلات من التشكيلات التي تقاتل النظام منذ بداية الثورة وما زالت تقاتل النظام حتى الآن، هي التي في هذا البرنامج. وأقول ليس هناك لدينا نحن الفرقة 30 أي إشكال مع جميع الفصائل الثورية المقاتلة على الأرض التي تقاتل النظام. مشكلتنا نحن الآن اتجاهين، اتجاه تنظيم داعش الذي تمدد ووصل تدمر والقريتين، ومشكلة النظام المجرم الذي يضم عدد أيضا من الفصائل الإرهابية مشكلة مثل حزب الله وغيره. طيب مشكلة النظام هي ما أنا مشكلة برنامج التدريب، وحتى يعني من الشيء الواضح الآن للعيان من خلال ال 54 عنصر والحديث عن مليون دولار تكلفة التدريب كل عنصر، وأنه قتال داعش فقط، يعني مثل واحد بيحس حاله بفيلم خيال علمي. يعني هل أنتوا مثل الغريق اللي عم يتعلق بقشة؟ ليس بهذا التشبيه، ولكن أقول أن الثورة في سوريا تحتاج إلى دعم كامل بالسلاح والمال. هل هناك دول عربية تبنت مشاريع تدريب عسكرية لذلك؟ نحن طالبنا دول الخليج أن يكون هناك معركة عاصفة حسم أخرى في سوريا، وطالبنا الدول من أجل تدريب العساكر المنشقين وفق جيوش العالم بتدريبات عسكرية وانضباط عسكري والتزام عسكري. هناك عدد من المشاريع للأسف الشديد في سوريا من بينها مشروع الفرقة 30، ولكن أنا أقول في بداية الأمر طالما أن هذه الفرقة هي لقتال التنظيم الذي كل يوم يقوم بقتل الشعب السوري والتمدد على حساب الثورة وتحرير المحرر لا يوجد. طيب ذكر لك ضيفي ذكر ضيفي مثال عن الجيش العراقي، آلاف اللي فرطت بساعتين قدام داعش، كيف بهالعدد القليل بده يحارب داعش؟ يعني فكاهة ما حدث في الموصل تحدثناها، وبالأمس يتم التحقيق مع المالكي ومع جميع الضباط أنهم هم من قاموا بتسليم جميع الأسلحة الموجودة في الموصل وتسليم الأموال وتسليم البنوك وكل ذلك. وأنا قلت أيضا عبر قناتكم في تلك الأيام أن المالكي هو خلف إلغاء الثورة العراقية في العراق، وهو من دعا ودعم داعش المجرمة، والآن هناك مظاهرات في العراق
تثبت تورط حكومة المالكي كاملة بما يحدث من تقوية لداعش. أنا لا أريد أن أكون طلاويا كثيرا أو أكون مثاليا أكثر من ذلك. الجميع يعلم أن نظام المجرم بشار الأسد ونظام المالكي ونظام إيران ملالي إيران هم من قاموا بدعم داعش المجرمة على حساب الشعب السوري وبتكاكين هذا التنظيم الذي يقتل الشعب السوري ويقوم بتحرير المحرر. هم يرفعون راية ليس لديه لها أي حقيقة من الإسلام، هم يشوهون الإسلام، يسيئون للإسلام بشكل كامل، هم يريدون تفرقة الإسلام السني للأسف الشديد عبر العراق وسوريا. طيب سيادة العميد عبد الهادي ساري، يعني هل من الممكن بأن يكون في صفقات فساد؟ يعني الموضوع تافه لدرجة أنه في صفقات فساد مالي فقط، محاولة تحقيق أرباح مالية من أشخاص من الإدارة الأمريكية من خلال استغلال برنامج التدريب هذا والتكلفة العالية مثل ما صار بالجيش العراقي. أختي رولا، أمريكا هي تستغل العالم العربي بالكامل وليس بعض الأشخاص من الأمريكان الذين يستغلون الوضع العربي الوضع السوري. أنا أقول وبالفم المليان أن أمريكا وضعت خلايا أزمة لإدارة الصراع في سوريا وليست للبحث عن مصالح الشعب السوري أو حتى مصالحها، هي تبحث عن كيف تدير الصراع في سوريا. وبالتالي أنا أقول وأقولها وأنا مقتنع بكلامي أن لو أن الثوار أو الجيش الحر في سوريا يعني ألقى السلاح وقال أنا أريد أن أصالح النظام لما فعلت أمريكا، سوف تأتي بالسلاح وتقول للثوار بل ستحاربون غصبا عنكم. ولو ألقى النظام أيضا السلاح وقال أريد أن أصالح الشعب السوري لأتت أمريكا وأوقفت النظام وقالت له لا نريد أن تحارب الشعب وتقتل الشعب. أمريكا هذا دورها منذ أن بدأت الثورة السورية في عام 2013، ظهرت داعش قبل 2013 بدأت الثورة السورية وبقي وكان لها عاما ونصف من الثورة السورية. لماذا لم تنصر الثورة السورية من قبل أمريكا التي تطالب العالم بالديمقراطيات الكذبة والديمقراطيات العفنة التي تبحث عن تدمير الشعوب وقتل الشعوب؟ وهون اسمح لي أنت إلا العقيد هيثم إدريس، سيادة العقيد شو المخطط اللي ممكن أنه أمريكا بدأت تنفذه من خلال إرسال 54 عنصر كل واحد منهم مكلف مليون دولار للتدريب بإرساله لسوريا؟ يعني راح نصهم هلأ، شو المخطط الكبير من خلالهم وعم تتكلف عليهم كل هالقد؟ المخطط الكبير من خلال 54 عنصر أو هذه الأعداد القليلة، أنا يقطر قلبي دما عندما أتحدث عن شاب سوري أو مقاتل سوري تغريه أمريكا أو تحاول خداعه أمريكا سواء بالسلاح أو بالذخيرة أو بالمال أو بالفكر. هؤلاء 54 مقاتل هم شبابنا، هم أولادنا، هم سوريون، هم أولاد السوريين، هم من أبناء هذه الثورة. خدعتهم للأسف أمريكا وأرسلتهم ليكونوا كبش محرقة وطليعة المحرقة التي سوف تشعلها أمريكا في الشمال السوري المحرر سواء كان مع داعش أو مع جبهة النصرة أو مع باقي التشكيلات الثورية أو التنظيمات الإسلامية المتواجدة في المنطقة. أمريكا وضعت هؤلاء عبارة، أنا هذا رأيي، وضعتهم عبارة عن طعم في هذه المنطقة لتشعل المنطقة من جديد، لأن هذه المنطقة مرت بفترة من الاستقرار الأمني على الأقل من النظام المجرم، وحتى تنظيم الدولة كان بعيد أو داعش كانت بعيدة عن المنطقة كثيراً، والحزب العمال الكردستاني أيضا كان بعيد عن هذه المنطقة، والحركات الكردية المتطرفة أيضا كانت بعيدة عن هذه المنطقة. لذلك أمريكا أرسلتهم إلى هذه المنطقة، وتعلم أمريكا ما الذي سيحدث عند إرسالهم إلى هذه المنطقة. وأنا لا أستبعد أن يكون موضوع أسر جبهة النصرة ومقاتلة هؤلاء الشباب أو هؤلاء المقاتلين السوريين هو عبارة عن خطة أمريكية خطة استخباراتية أمريكية قامت بها أمريكا بالتعاون مع النظام المجرم السوري من أجل خلق فتنة جديدة في المنطقة المحررة. طيب سؤال أخير سيادة النقيب عمار الواوي، هؤلاء الشباب إن أردنا أريد أن أوجه كلمة للأخوة الذين يمضون في هذا المشروع سواء كان بعلم الأركان، أركان الجيش الحر أو وزارة الدفاع أو الحكومة المؤقتة أو غيرها. في أحد اجتماع طالب السيد رئيس الحكومة المؤقتة والسيد وزير الدفاع بأنهم لن يرضوا بأي عمل عسكري أو أي تدريب لأي مقاتل من مقاتلي الثورة السورية إلا بعلمهم.
الآن نرى أنهم ثم تدريب هؤلاء المقاتلين بدون علمهم وأدخلوا إلى المنطقة وقتلوا فيها بدون علمهم. فأين أنتم يا حكومة مؤقتة ويا وزارة الدفاع ويا رئاسة أركان الجيش الحر؟ نعم. هذا من جانب. من جانب آخر أريد أن أوجه إلى كافة الأخوة المقاتلين، نرجوكم عودوا إلى الأرض، لنعود إلى أرضنا، إلى سوريا، إلى ثورتنا، إلى المبدأ الذي خرجنا منه والأرض التي خرجنا منها وصحنا. نريد أن نريد الحرية والكرامة. اسمح لي أنتقل بسؤال أخير إليها ونتوحد جميعا. أمريكا لن تحترم ولا العالم كله لن يحترم إلا القوي. نعم. والقوي يفرض احترامه على كافة الناس. من يملك الأرض هو سيد الموقف، هو سيد طاولة المفاوضات. عن المقاطعة لم يبقى لدي وقت، علاقتكم مع الفصائل الأخرى الآن كيف يمكن تصنيفها؟ العلاقة جيدة مع جميع الفصائل الموجودة في شمال حلب، منطقة مارع وجميع المناطق. بالأمس كانت زيارة بعد الهجوم لجبهة النصرة، كان هناك زيارة لأحد قادة الفرقة 30 الموجودين مع عناصرهم لخط الرباط، وهناك تواصل الآن من أجل دخول الفرقة 30 على خط القتال بتغطية من الطيران. أنا أكرر عبر قناتكم أقول إذا كان لدى الدول العربية مشروع لتدريب الشعب السوري والمقاتلين السوريين فنحن جاهزون لأن يكون التدريب عربيا والقتال أيضا عربيا إسلاميا. نحن لسنا ضد أي فصيل في سوريا، نحن لقتال التنظيمات الإرهابية سواء كان داعش أو النظام المجرم. أكرر لن يقبل عناصر الفرقة 30 أو قادة الفرقة 30 أن يكونوا أداة بيد أمريكا لتنفيذ أجنداتها. نحن خرجنا لأجل الشعب السوري، لأجل الحرية والعدالة والديمقراطية. نحن خرجنا لأجل علم الثورة الذي ضحى لأجله آلاف الشهداء في السنة الأولى والثانية. لسنا ضد أحد، نحن لإسقاط هذا النظام المجرم ومن خلفه من داعش المجرمة ومن غيرها. شكرا النقيب عمار الواوي أمين سر الجيش الحر من الحدود السورية التركية، وأشكر من عمان العميد عبد الهادي ساري محلل عسكري واستراتيجي، ومن الريحانية هيثم إدريس عقيد منشق.